السلام عليكم. دلوقتي عندنا الشابتر 2 اللي هو عقد المقاولة في القانون المدني. عقد المقاولة في القانون المدني هو بيبقى عقد بين طرفين، أحدهما يتعهد بعمل شيء مقابل أجر والآخر يتعهد بدفع الأجر، وهو العقد الذي يبرم بين رب العمل والمقاول ويستمد أهميته من القيمة المالية الكبيرة نسبيا لموضوع العقد وطول الفترة الزمنية له، ويؤثر عليه بعض المؤثرات الخارجية مثل المهندس الاستشاري ومقاول باطن. ده عقد بين طرفين، الطرفين اللي هم دي بيبقوا رب العمل والمقاول. رب العمل اللي هو المالك بتاع المشروع، والمقاول هو اللي بينفذ المشروع. فالعقد ده بيبقى من طرفين، واحد بيشتغل حاجة وواحد بيديله الأجر. العقد ده بيبقى القيمة المالية الكبيرة بتاعته هي السبب ان فيه بيتعمل عقد وطول الفترة الزمنية. يخش بقى كمان في عقد المقاولة المهندس الاستشاري او المقاول من الباطن. هنقول بقى كل الحاجات ديت معناها ايه. مكونات عقد المقاولة هي وثيقة العقد، دفتر الشروط العامة، دفتر الشروط الخاصة، مستندات العطاء، المواصفات والرسومات ومقايسة الأعمال. في تعريفات اللي هو المقاول من الباطن والمستخلص الجاري. المقاول من الباطن هو مقاول فرعي يعهد إليه المقاول الأصلي لإنجاز العمل ويكون مسؤول عنه. في مادة في مواد قانون عقد المقاولة في القانون المدني بتتكلم على المقاول من الباطن. المستخلص الجاري هو قيمة الأعمال المنفذة خلال الشهر الماضي من قبل المقاول، وللمهندس الحق في شطب أي جزء منها طبقا لأي مستخلص سابق، وكذلك لرب العمل الحق في حجز بعض المستخلصات. يبقى الأعمال اللي بينفذها المقاول كل شهر بيقدم بيها بيان اسمه المستخلص الجاري عشان ياخد حقوقه المالية. في مهندس بيبقى موجود في الموقع اللي هو مهندس التنفيذ، ممكن يشطب منها أي حاجة ما تكونش اتنفذت، ورب العمل ممكن يحجز بعض المستحقات للمستخلصات اللي بعد كده. مواد قانون عقد المقاولة عندنا دكتور. في حوالي 22 مادة. دكتور، نعم، هو المستخلص الجاري خاص بالأعمال التنفيذ ملوش علاقة بمستخلص التشوين؟ لا، بالتنفيذ. تمام، شكرا. أنا طبعا عندنا العقد المقاولة في القانون المدني في حوالي حاجة وعشرين مادة، من أول مادة 646 لغاية المادة 667، 21 أو 22 مادة. طبعا كل مادة منهم إحنا المفروض بنقراها ونفهم الكلام اللي فيها، وبعدين برضو بنتناقش فيها ونفهم الكلام اللي فيها. و بس المواد دي بقى سؤال دايما تسألوه وأقول لكم عليه، دايما تسألوني هل المواد دي حفظ؟ أقول لك يعني مش حفظ، بس لازم تفهمها كويس، تعرف المحتوى بتاعها، بحيث إن أنا لو سألتك عن حاجة تقدر تجاوبها. ماذا يحدث إذا حصل كذا مثلا؟ والمفروض المحاضرة اللي أنا رفعتها لكم اللي هي على الواتساب، المفروض انه تكونوا سمعتوها وتسالوا في المواد دهيت. يعني في حد سمع المحاضره دي؟ في حد سمع؟ هو انا حاولت اشغلها، هي مش شغاله عندي. والله ده كلام جميل. ليه مش شغال عندك؟ ليه مش عارف، بيقول لي الفايل. سمعتها يا دكتور عادل. الحمد لله، واحد أنقذني أهو. ده مين، روبا ولا رنا؟ أنا روبا. روبا اللي سمعتها؟ ورنا ما اشتغلتش عندها؟ طيب، في حد تاني سمعها؟ أنا سمعتها يا دكتور. فيرونيكا سمعتيها؟ كويس. مين تاني؟ انا كده ممكن احاول اشغلها على جهاز تاني.
لا مدام فتحت وزميلاتك سمعوها يبقى ايه ما فيهاش مشكلة. اما الاولاد ممتنعين عن الكلام وعن اي حاجة، الاولاد ما سمعوش حاجة. انا كنت متوقع ان انا هفتح معاكم دلوقتي هتسألوني عن بعض المواد فيها، لان فيها شرح مفصل لكل المواد مادة مادة او نص المواد، لان نصهم هناخدهم في المحاضرة اللي جاية. طيب انا هستعرض معاكم بقى المواد كده على السريع، ولو في اي حد عايز يسأل عن اي حاجة اي مادة من المواد دي يسألني يعني او يكلمني. المادة 646 بتقول عقد المقاولة يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شيئا او ان يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر. ادي عقد المقاولة، في واحد هيأدي عمل والتاني هيديله الاجر، اللي هو طبعا احنا بنقول عليهم في القانون رب العمل والمقاول. المقاول هو اللي هينفذ، ورب العمل اللي هو المالك هو اللي هيدفع الفلوس. المادة 647 بتقول يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله. يعني ممكن المقاول يتعهد ان هو بس ايه هيقدم العمل بس، والمالك هو اللي ايه هيقدم المواد التي تستخدم او يستعين بها المقاول في القيام بعمله. كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا. مادة 647. دكتور في حد عايز يدخل بس. طيب هشوف. حضرتك تعمل اكسبت. ماشي. اللي هو عبد الرحمن ايمن عملت له اكسبت اهو. ايوه هو ده. في حسن يقود تقريبا برضو بيحاول يخش. لا ما ظهرش قدام الا عبد الرحمن ايمن. تمام ماشي. دكتور هو في سكشن النهارده؟ والله طبعا انا ما مش عارف الباشمهندسين قالوا لكم في ادوا لكم اللينك بتاع السكشن ولا انا هاخد كده جزء من السكشن، يعني ممكن تخشوا معاهم متاخر شويه، بس هم لو سامعيني بقى ممكن اكلم الباشمهندس محمد صبح اساله، او حد فيكم يكلمه زياد يكلمه يساله. لو زياد معانا دلوقتي مش عارف بصراحه. نعم يا دكتور مع حضرتك، هو بس انا النت عندي بيقطع فانا ما سمعتش اخر حته حضرتك قلتها. في زميلتكم بتسال في سيكشن النهارده ولا لا، فالباشمهندس محمد صبحي قال لكم في سيكشن ولا لا، هو والباشمهندس مينا هو ما لغوش، فالمفروض باي ديفولت انه في عادي، بس هتاكد منه دلوقتي. يعني هو المفروض بيدخلوا معاكم الساعه كام؟ 6:30؟ المفروض. ممكن تخليهم بقى تقول لهم بس دكتور هيستمر لغايه الساعه 7 معانا. تمام يا دكتور.
طيب المادة 648 بتقول إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل. طبعا يعني مش محتاجة توضيح، الكلام بتاعها واضح. المادة 649 بتقول إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها، وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها. يعني لو المالك هو اللي بيجيب المواد اللي بيستخدمها المقاول، يبقى لازم المقاول يعمل له يحرص عليها، يراعي أصول الفن في استخدامه، يؤدي حساب لرب العمل، يقول له أنا استهلكت كذا خلال هذا الشهر والباقي كذا، يرد إليه ما بقي منها. فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفاءته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل. يعني لو المقاول بوظ حاجة نتيجة الإهمال أو إن هو الكفاءة بتاعته مش كويسة، يلتزم برد القيمة لرب العمل. وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية، ويكون ذلك على نفقته، هذا ما لم يقضي الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك. يعني المقاول المفروض يجيب كل الأدوات اللي بيستخدمها عشان إنجاز العمل يعني، ويكون ده على نفقة المقاول، لكن إلا لو كان في اتفاق بغير ذلك. المادة 650 بتقول لو المقاول بينفذ الشغل بشكل معيب. طبعا النص بتاع المادة موجود عندكم في المذكرة اللي أنا رفعتها لكم يعني، إنما ده الاختصار بيقول لو المقاول بينفذ الشغل بشكل معيب. معيب يعني بيقسمها إلى نوعين، يا إما مستحيل إصلاحه يعني يتم فسخ العقد دون إنذار، أو يمكن إصلاحه يبقى المالك بيعطيله أجل، يديله مهلة ويطلب تعديل طريقة العمل. إذا المقاول ما خلال المهلة اللي ادها له ما عدلش، يبقى يمكن فسخ العقد أو يعهد إلى مقاول آخر بتنفيذ المشروع على نفقة المقاول الأول وإصلاح العمل. طبعا مين اللي بيقول إن المقاول عمل حاجات غلط؟ بيبقى في الموقع في مهندس مشرف على التنفيذ. المهندس ده وظيفته إن هو يراقب، يعمل رقابة وإشراف على التنفيذ. طبعا المهندس الاستشاري بيبقى وظيفته إن هو طبعا يعمل التصميمات والرسومات والكلام ده كله، ممكن يبقى مسؤول عن التنفيذ كمان، هو المهندس الاستشاري الرقابة على التنفيذ، وممكن يبقى فيه مهندس آخر مسؤول عن الرقابة على التنفيذ. فإذا المهندس المسؤول في الموقع، المهندس اللي في الموقع قال إن الشغل فيه حاجات غلط أو المقاول بينفذها بشكل معيب، يبقى في حلين: لو مستحيل إصلاح العطل الحاجة الغلط، يتم فسخ العقد دون إنذار. إنما لو يمكن الإصلاح، المقاول يعطى أجل ويطلب تعديل طريقة العمل، يمكن فسخ العقد أو يعهد إلى مقاول آخر بتنفيذ المشروع على نفقة المقاول الأول وإصلاح العمل. مادة 650 من المواد المهمة، والنص بتاعها ترجعوا له طبعا في المذكرة اللي أنا رفعتها. في أي سؤال في المادة 650؟ نعم قولي قولي. هو احنا لما نيجي نذكر يعني المادة مثلا 650 أو كده، أذكر النص كامل ولا الاختصار اللي هو في السلايد دي؟ هو أنا بشوف إنك أنت تقري النص كامل من المذكرة، تمام؟ لأن دي مواد قانون، تمام؟ إنما هنا في السلايدز بيبقى فيش شرط ليها. المذاكرة طبعاً إيه محتاجة إنك أنت تبقي فاهمة النص، وكمان الكلام اللي أنا قلته في المحاضرة على السلايدز. بس أنا بقى في حاجة هقولك عليها أو هقول لكم كلكم يعني. انا مش هاجي لواحد او مش هاجي لكم في الامتحان اقول لك اذكر المادة 650، ما ينفعش طبعا، انا كنت مش حافظ ارقام ولا الكلام ده، انما المحتوى بتاعها لازم تبقى عارفه. ما زي بقول لك، ماذا يحدث لو انه تم اكتشاف ان المقاول بينفذ العمل بشكل معيب؟ هتقول لي بقى الايه الحل، ان هو مستحيل اصلاحه يبقى كذا، او يمكن اصلاحه يبقى كذا. خدنا بالنا؟ تمام، اوكي. طب دكتور ممكن اسال حضرتك في حاجه بس؟ لو في امتحانات قديمه للماده طبعا
حضرتك اللي كنت نازلها ولا دكتور تاني؟ نعم انا بدرسها بقالي زمن طويل قوي. طب ممكن الامتحانات دي لو سمحت يا دكتور تبعت لنا اي حاجه فينا او للبشمهندس زياد؟ مش كده زياد معانا؟ ابعتها له على الايميل. لا في شير. اه ماشي ماشي. مش هو المنسق بتاع الماده دي معايا ولا ايه؟ غالبا زياد. او ممكن برضه ارفعها لكم على ال ام اس بعض الامتحانات القديمه. وماله يا دكتور؟ سواء الميد تيرم او الفاينل يعني. تمام يا دكتور. تمام العفو. المادة 651 بتقول يضمن المهندس الاستشاري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال 10 سنوات للمنشأة. يعني المهندس الاستشاري والمقاول بيضمنوا العمل لمدة 10 سنين. ما يحدث للمنشأة تهدم كلي أو تهدم جزئي أو عيوب تضر بالمنشأة، وتبدأ مدة 10 سنوات من وقت تسلم العمل. تسلم العمل، ايه هو تسلم العمل ده؟ يعني من وقت ما المقاول يخلص ويقول للمالك اتفضل استلم العمل. بس مش هيقول له اتفضل كده ايه؟ يكلمه في التليفون ويقول له اتفضل، لا ده في اجراءات رسميه، تعمل محضر استلام ابتدائي وفي لجنه بتشوف وكلام من ده يعني. يبقى المقاول والمهندس الاستشاري متضامنين بيضمنوا الشغل لمده 10 سنين من تهدم كلي او جزئي أو عيوب تضر بالمنشأة. المادة 652 مهمة وأنا ذكرتها من شوية. إذا اقتصر المهندس الاستشاري على وضع التصميم فقط لا يكون مسؤولا إلا عن عيوب التصميم فقط. يعني إيه؟ يعني لو كان دور المهندس الاستشاري هو وضع التصميم بس يبقى مسؤول عن العيوب بتاع التصميم، إنما ملوش دعوة بالرقابة على التنفيذ. واضح؟ مادة 653 بتقول يكون باطلا أي شرط يعفي المهندس الاستشاري والمقاول من الضمان أو الحد منه. أي شرط يعفي المقاول أو المهندس الاستشاري من الضمان أو الحد منه ده بيبقى باطل. يعني لازم المهندس الاستشاري والمقاول يبقوا متضامنين، يعملوا إيه؟ الضمان لمدة 10 سنين. مادة 654 بتقول تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء 3 سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب. دعاوى الضمان بتسقط بانقضاء 3 سنين من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب. يعني حصل عيب وتم اكتشافه، يبقى ما ينفعش إن أنا بعد ما يمر على الكلام ده 3 سنين أقول أنا ده أنا في فترة الضمان. لا، أول ما اكتشف العيب أروح عامل محضر إثبات حالة واقول بقى ايه للمقاول، يا اما تصلح يا اما كذا. المقاول قال لا انا مش غلطان، يبقى بقى في تحكيم بقى ما بيني وبينه، في بقى ما بين المالك والمقاول يبقى في تحكيم، لجان تحكيم. طبعا في نقابه المهندسين عندها الحاجات دهيت ايه موجوده وواضحه جدا يعني. الماده 655 مهمه. لو لم يتسلم رب العمل العمل دون سبب مشروع ومقبول فنيا بعد دعوته بإنذار رسمي يعتبر العمل قد تم تسليمه إليه. يبقى إيه؟ لو المالك خلص المشروع في الفترة الزمنية المطلوبة منه وقال للمالك اتفضل استلم العمل وعملوا إجراءات الاستلام، لو المالك اللي هو رب العمل من غير أي سبب دون سبب المشروع مقبول فنيا ما استلمش العمل رغم دعوته بإنذار رسمي، يعني أخطره بالكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يروح يبعت له جواب كده من البوسطة لمكتب البريد لازم يوصل لصاحبه ويمضي عليه إن هو استلمه. لو ما استلموش والمالك دون سبب مشروع ومقبول فنياً ما استلمش العمل يعتبر العمل قد تم تسليمه إليه. في الحالة دي بقى يبقى إيه؟ يبقى المستحقات المالية اللي هي لصالح المقاول لازم ياخدها. تمام؟ واضح كده؟ دكتور ماشي مش فاهمها قوي.
يعني مين اللي كده في الاخر يعتبر ان هو استلم العمل؟ يعني مش المالك، المالك اللي هو رب العمل بيجيب مقاول ينفذ له الشغل. اه خلص الشغل، المقاول خلص الشغل تمام. اه تمام. بيقول للمالك طب اتفضل استلم بقى الشغل ها عشان اخد مستحقاتي الماليه. حلو تمام. المالك مش راضي يستلم، المالك مش راضي يستلم دون سبب مشروع او مقبول فنيا، رغم ان المقاول اختاره قال له اتفضل استلم العمل اهوت واعمل كل الاجراءات الفنيه اللي انت تضمن بيها ان استلام المشروع صحيح. المالك مش راضي يستلم، مش راضي يستلم ليه؟ عشان يعطل وما يديلوش المستحقات الماليه بتاعته. تمام. اه تمام. اوكي فهمت بقى كده. فكده يعتبر ان المالك استلم صح؟ استلم غصب عنه. يبقى كده اول ما استلم غصب عنه لازم بقى المقاول يثبت الكلام ده. يبقى في هذه الحاله بقى ايه يعني، كانه ما دام استلم يبقى كل المستحقات الماليه اللي هي المفروض ياخدها المقاول لازم ياخدها، الا بقى لو حصل ما بينهم نزاع يلجأوا هما الاثنين بقى للقضاء والتحكيم. تمام. تمام. اهو المادة 656 بتقول ايه بقى؟ يستحق دفع الاجر عند تسلم العمل الا اذا يوجد اتفاق او جرى العرف على غير ذلك. فتسلم العمل ما دام الملك استلم يبقى ايه؟ يستحق دفع الاجر. الاجر بقى للايه؟ للمقاول. تمام؟ المادة 657 بتقول لو كان العمل بمقايسة بالوحدة ووجد أن العمل يحتاج زيادة لابد للمقاول أن يخطر رب العمل بالزيادة المطلوبة variation order، فإذا لم يفعل سقط حقه. لو الزيادة كبيرة حق لرب العمل أن يوقف التنفيذ ويعطي المقاول ثمن ما نفذه دون تعويض عن الباقي. في عقد المقاولة في أنواع من العقود اسمها مقايسة على أساس الوحدة. مقايسة على أساس الوحدة دي يعني كل بند من البنود اللي هتتنفذ بالوحدة. هوري لكم شكل المقايسة دي في المحاضرة الجاية يعني. طيب المقاول أصلا كان مسعر المشروع على أساس المقايسة دهيت. طيب جه بقى المقاول وهو بينفذ وجد ان العمل يحتاج زياده، يعني المفروض المقايسه دي او الفلوس اللي هو كان عاملها في العرض بتاعه محتاجه زياده عشان تنفيذ المشروع، فلازم يخطر رب العمل في الحال بالزياده المطلوبه، بيعمل حاجه اسمها variation order. لو المقاول ما عملش كده يسقط حقه في الحصول على الزياده. لو الزياده كبيره حق لرب العمل أن يوقف التنفيذ ويعطي المقاول ثمن ما نفذه دون تعويض عن الباقي. يعني واحد مثلا إيه بيقول أنا كنت أنفذ المشروع بمليون جنيه، أجي بعد ما بدأت وده طبعا رسي عليه المشروع من خلال مناقصة وكلام من ده، بعد ما بدأ المقاول يقول لا ده فيه تغيير، بدل مليون هتبقى مليون ونص أو 500,000 يعني، طبعا زيادة 50% دي كبيرة. قانون بيقول تقريبا انه لغايه 25% مسموح بيه، ولو الزياده كبيره يبقى المالك من حقه ان هو يوقف التنفيذ اللي هو رب العمل ويدي المقاول مستحقاته وما يدوش اي تعويض عن الباقي. ده لو كان العمل بمقايسه على اساس الوحده. لو المشروع باجر اجمالي يعني هما بقى ايه طبعا باساس الوحده يعني بيبقى فيه بنود مختلفه وبعدين في الاخر بتتجمع وبتتحط بقى ايه يعني البنود لما تتجمع تبقى دي اسمها مقايسه على اساس الوحده. انما ساعات في مشاريع بتتعمل باتفاق باجر اجمالي، حاجه اسمها مقطوعيه او يسموه اللمسم،
وتم الاتفاق مع المقاول على الأجر، لا يطلب المقاول الزيادة حتى لو حدث تعديل في التصميم إلا إذا كان رب العمل موافق على الزيادة أو كانت الزيادة نتيجة خطأ من رب العمل. والمقاول لا يعوض عن رفع الأسعار إلا إذا حدث أمر خارج عن الإرادة مثل حرب أو كوارث طبيعية، ويكون الاتفاق مكتوب إلا إذا كان العقد الأصلي شفاهة. طبعا أي اتفاق لازم يبقى مكتوب، مفيش عقود بتبقى شفوي. الشفوي ده يعني ما بيبقاش إيه يعني طبعا مفيش بكلمة شرف كده، يعني لازم العقود تبقى مكتوبة وماضي عليها الطرفين. إنما في هذه المادة لو كان المشروع بأجر إجمالي اللي هو لامسم، لا يطالب المقاول بأي زيادة حتى لو حدث تعديل في التصميم إلا إذا كان رب العمل موافق على الزيادة أو كانت الزيادة نتيجة خطأ من رب العمل. والمقاول لا يعوض عن رفع الأسعار إلا إذا حدث أمر خارج عن الإرادة مثل حرب أو كوارث طبيعية. تمام؟ مادة 659 بتقول لو لم يحدد الأجر سلفا يتم الرجوع إلى قيمة العمل ونفقات المقاول. لو ما تحددش الأجر مسبقا يرجعوا بقى يشوفوا إيه العمل اللي بتنفس ده بكام ونفقات المقاول كام. المادة 660 بتقول يكون للمهندس الاستشاري أجر التصميم وعمل المقايسة وإدارة الأعمال. لو لم يحدد الأجر مسبقا يتم تقديره طبقا للعرف الجاري. لو لم يتم استخدام تصميم المهندس يأخذ أجر الوقت الذي وضع فيه التصميم مع مراعاة طبيعة العمل. يبقى الأساس أن المهندس الاستشاري يأخذ أجر للتصميم وأجر كمان عن عمل المقايسة وإدارة الأعمال لو كان هو بيشرف عن التنفيذ. لو لم يحدد الأجر مسبقا يتم تقديره طبقا للعرف الجاري. لو لم يتم استخدام تصميم المهندس الاستشاري يأخذ أجر الوقت الذي وضع فيه التصميم مع مراعاة طبيعة العمل. المادة 661 بتقول يجوز أن يكلف المقاول مقاول من الباطن بالعمل ويكون مسؤولا عنه أمام رب العمل إلا إذا كان هناك شرط في العمل أن ينفذ العمل بنفسه أو أن العمل يحتاج إلى كفاءة المقاول الأصلي. يعني ممكن المقاول الأصلي ينفذ يعني يكلف مقاول من الباطن، ولكن يبقى المقاول الأصلي مسؤول أمام رب العمل إلا إذا كان في شرط في العقد بيقول إنه المقاول الأصلي هينفذ العمل بنفسه أو إنه لما تم اختيار المقاول كان ده بيستند إلى كفاءة المقاول الأصلي ده اللي هو مقاول من الباطن. يقول لك ايه جايبين جايب مقاول من الباطن من بطنه. المادة 662 بتقول يجوز لمقاول الباطن والعمال ان يطلبوا اجرهم من رب العمل بما لا يجاوز المبلغ الذي للمقاول الاصلي عند رب العمل. في حالة الحجز يكون لعمال المقاول من الباطن الاولوية في اخذ حقوقهم قبل المقاول الاصلي. يعني المقاول الباطن والعمال بتوعه ممكن يطلبوا أجرهم من رب العمل مع أن هم المفروض ياخدوا أجرهم من مين؟ من المقاول الأصلي بما لا يجاوز المبلغ الذي للمقاول الأصلي عند رب العمل. في حالة الحجز حجز على ممتلكات المقاول يكون لعمال المقاول من الباطن الأولوية في أخذ حقوقهم قبل المقاول الأصلي. المادة 663 بتقول لو رب العمل أوقف التنفيذ قبل إتمام العمل ورغبته، يعني مش المقاول بقى اللي غلطان، لا ده رب العمل هو اللي بيقول للمقاول وقف الشغل، فطبعا يدفع المصاريف للمقاول ويدفع تعويض عن ما كان ممكن أن يكسبه المقاول ويجوز للمحكمة تخفيض التعويض. يبقى لو رب العمل هو اللي قال للمقاول احنا عايزين نوقف الشغل يبقى ايه؟ يبقى في هذه الحالة بيدفع هو التعويض للمقاول، يدفع مصاريف المقاول ويدفع تعويض عنه عن ما كان ممكن ان يكسبه المقاول، ولو حصل ما بينهم نزاع المحكمة بقى هي اللي ممكن تعمل تخفيض للتعويض.
المادة 664 صغيرة خالص بتقول العقد ينقضي لو العمل مستحيل التنفيذ. العقد ينقضي لو العمل مستحيل التنفيذ. ينقضي العمل يعني يتفسخ العقد يعني. المادة 665 بتقول لو العمل وقف نتيجة حادث مفاجئ لا يدفع للمقاول ثمن العمل وهلاك المادة على من وردها من الطرفين. لا يدفع المقاول ثمن العمل. لو الخطأ من المقاول يعوض رب العمل عن المادة التي وردها. لو الخطأ من رب العمل هلاك المادة عليه ويعوض المقاول. يبقى كل واحد ايه زي ما بيقولوا كده هلاك المادة على من وردها من الطرفين. المادة 666 ثلاث ستات. لو المقاول مات وهو بينفذ مشروع فمؤهلاته الشخصية محل اعتبار والورثة ليس بهم نفس المؤهلات ينقضي العقد. إنما لو مؤهلاته ليست محل اعتبار يستمر العقد. يبقى إذا انقضى أو المقاول توفى وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار يعني الكفاءة بتاعته أنا مختاره عشان كفاءة معينة والورثة بتوعه ما فهمش نفس الكفاءة يبقى في الحالة دي بينقضي العقد بينتهي العقد كل واحد ياخد مستحقاته. أما لو كانت مؤهلاته مش محل اعتبار في العقد فبيستمر. تمام؟ فدي المادة 666. المادة 667 بتقول لو العقد انقضى بموت المقاول يدفع رب العمل ثمن ما تم تنفيذه للورثة. يطلب الرسومات والمواد التي تم إعدادها والبدء في تنفيذها ويدفع عنها تعويض. ويسري نفس هذا الكلام إذا عجز المقاول عن التنفيذ لسبب ليس له يد فيه. يبقى لو العقد انقضى بموت المقاول بيدفع رب العمل ثمن ما تم تنفيذه للورثة. وكمان يطلب الرسومات والمواد التي تم إعدادها والبدء في تنفيذها ويدفع عنها تعويض برضو للورثة. ويسري هذا الكلام برضو إذا عجز المقاول عن التنفيذ لسبب ليس له يد فيه. عجز بقى أو مرض أو حاجة زي كده. فدلوقتي دي المادة 667 من أول 646 ل 667 22 مادة اللي هم عقد المقاول في القانون المدني. فاضل لنا بقى إيه نعرف ما هي التزامات المقاول وما هي التزامات رب العمل. التزامات المقاول ثلاث حاجات: ينجز العمل المعهود عليه بالصورة المرجوة، تسليم العمل لرب العمل في الوقت المتفق عليه، يضمن العمل لمدة 10 سنوات. هذه التزامات المقاول ثلاث حاجات: إنجاز العمل، تسليم العمل، ضمان العمل. دي التزامات المقاول. أما التزامات المالك اللي هو رب العمل: تمكين المقاول من إنجاز العمل يعني محطوش عراقيل وهو بيشتغل، تسلم العمل من المقاول ودفع الأجر. دي الحاجات التزامات كل من المقاول ورب العمل في عقد المقاولة في القانون المدني. طبعا أنا الحقيقة كنت أتمنى وما زلت كمان بتمنى أنكم تسمعوا المحاضرة اللي أنا بعت لكم اللينك بتاعها لأن فيها ديتيلز كبيرة جدا في كل مادة كلام بالتفصيل. بالإضافة طبعا إلى المحاضرة اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هي القوانين تفسير المواد أو المواد بتاع عقد المقاولة في القانون المدني. دكتور نعم. الفيديو اللي حضرتك بعته آخره المادة 655. ما كان النص والنص الثاني في المحاضرة اللي جاية اللي هي ليكتشر 6 اللي أنا هرفعها لكم برضو الأسبوع الجاي. يعني المرة الجاية مفيش محاضرة. لا عادي، ما في محاضرة عادي برضو. يعني ايه يعني فيه هبعت لكم الفيديو تسمعوه واخش لكم في المحاضرة نتناقش زي كده. بس احنا انتوا النهاردة يعني مش كلكم سمعتوها، فيعني الاسئلة اللي انا رديت عليها كانت اسئلة محدودة. الحد الجاي ان شاء الله هرفع لكم برضو اللينك بتاع نص المحاضرة او نص الشابتر دوت اللي هو لغاية بعد المادة 655، وهنسمع هتسمعوه ونتكلم فيه أثناء المحاضرة.
يعني تسمعوه مقدما، تسمعوه مسبقا. دكتور واحنا في الاسبوع الرابع. نعم؟ يعني احنا في الاسبوع الرابع ازاي دي ليكتشر 5؟ مش فاهم يا ابني، مالكش دعوه بالارقام، انت ليك دعوه بالمحتوى اللي انا ببعته له. انا كنت مسميها ليكتشر 5، خليني اسميها ليكتشر 70. انت عندك مشكله، عندك مشكله في الحكايه دهيت. بس احنا فاهمين ان في كده اسبوع مثلا مش هناخده مثلا فايت بعدت مكانه او حاجه. لا والله. تمام. يمكن انا كنت بدي قبل كده الجزء الاولاني اللي هو نظره على مبادئ القانون في 4 محاضرات، المره السنه دي اديته في 3. انا ماشي كده بالترتيب. تمام. طب دكتور بالنسبه للمواعيد عشان رمضان وكده، بالنسبه لايه؟ للمواعيد عشان رمضان. بالنسبه للمواعيد عشان رمضان، انتوا ميعادكم يوم الاحد هيكون حسب الجدول اللي مديها الكليه من 2:15 لغايه 3:15، ده ميعاد المحاضره من 2 الا ربع يوم الاحد. تمام. الميعاد دهوت لو مناسبكم هنخش فيه سيكشنز بعديه على طول، والمفروض سيكشن بعديه. مش عندكم المواعيد بتاعه المحاضرات في رمضان؟ انا لسه ما نزلتش. لا نزلت من زمان، امال انا عرفتها منين؟ انا مختلف. 12 يا دكتور لسه ما وصلت 12. والله ممكن ارفعها لكم على الجروب، والله ده بعتها لي، بعتوها لي في البرامج. يعني محاضره لما الساعه يوم الحد دي هتبقى الساعه 2 الا ربع اصلا لاندسكيب، فجدولي مختلف عن بقيه الاقسام. يعني ما اعرفش والله، ده محاضره معاده الساعه 2 الا ربع. يعني ان شاء الله يوم، المفروض يوم الحد الجاي اكون معاكم في وقت المحاضره، بس قبلها بيومين هحط لكم اللي هو لغايه اللي هي هتبقى اسمها ليكتشر 6، مالكش دعوه بالبيه رقم كام، ان هي المطلوب عليك انك تسمعها. طب ممكن حضرتك تنزلها بدري اكتر سنه؟ ممكن طبعا من يوم الجمعه كمان، يعني من ممكن من لو عايزين من النهارده ممكن او بكره مثلا. ماشي. تمام تمام. في اي سؤال بقى في محاضره النهارده يا جماعه؟ احنا طبعا استعرضنا المواد كلها، لكن الشرح التفصيلي للمواد هتلاقوه في السلايدز اللي انا حطيت لكم اللينك بتاعها، اللي هو نص الشابتر في ليكتشر 5 ونص الشابتر في ليكتشر 6 اللي هي هتبقى الاسبوع الجاي. تمام تمام يا دكتور، ان شاء الله. في اي سؤال في محاضره النهارده؟ في اي اسئله؟ لا. ينفع بس 10 دقائق او ربع ساعه لما نصلي المغرب بعد كده نبدا السكشن؟ طبعا ده عندكم بالاتفاق مع انا كمان عايز اصلي المغرب بالاتفاق مع الباشمهندس محمد صبحي والباشمهندس مينا بقى. هو بس دكتور استاذنك بس اقول حاجه، الباشمهندس بلغالي هو المفروض السكشن ان شاء الله هيبدا الساعه 7، وهيبقى باشمهندس مينا هو اللي هيدي التو سكشنز النهارده. كويس، حلو قوي. خلاص هو لوحده قال لكم الساعه 7، فخدي ال 10 دقايق اللي عايز تصلي فيها بقى. تمام تمام. بس هندخل في سكشن 1. طب بس خليكي بقى عشان ايه اخد الحضور دلوقتي. تمام. طيب بالنسبه لي في اي، في هقول تاني اللي قلته، المفروض انه اللينك اللي انا بعته لكم بيكون فيه شرح للمواد من اول 646 لغايه 655، اللي هو نص عقد المخالفه القانون المدني، والمحاضره بتاعت الاسبوع الجاي النص الثاني اللي هو اللينك اللي هبعته لكم ثاني اللي هيبقى مكتوب عليه ليكتشر 6. تمام. هتسمعوا المحاضره بتاعت النهارده اللينك اللي بعته، ومحاضره الاسبوع الجاي برضو اللينك اللي هبعته، ونتناقش فيهم الاسبوع الجاي. كله سمعني دلوقتي؟ تمام الحمد لله. ماشي. طب انا هنهي بقى الميتنج معاكم دلوقتي، ويعني كل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه رمضان، نلتقي في رمضان بقى ان شاء الله.